السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا. معكم دكتور خلف الشمري، مقيم مكافحة العدوى وطبيب أسنان ورئيس مسار مكافحة العدوى لخدمات الأسنان في تجمع الرياض الصحي الثاني. اليوم صراحة أتشرف أني أكون معكم، وحابين نقدم لكم محاضرة كذا خفيفة حلوة، يعني نعرف فيها أساسيات مكافحة العدوى في عيادات الأسنان، اللي لازم كل ممارس صحي يكون على علم وعلى دراية فيها. مسجل لكم هذه المحاضرة بحيث أنه جميع المستفيدين يقدرون يرجعون لها في أي وقت ويأخذون منها بعض المعلومات، وبنفس الوقت إحنا إن شاء الله في إذا تواجهنا في الدورة سواء زوم أونلاين حضورياً نناقش هذه المحاضرة ونشوف إيش الفائدة اللي طلعتوا فيها، ودسكشن لبعض التوبكس اللي فيها وبعض الأشياء اللي ما هي واضحة، أو بعض التكنيكس أو بعض الآليات اللي حنمر في المحاضرة فيها إن شاء الله. اليوم حنا حنتكلم في بيزك للإنفكشن كنترول في عيادات الأسنان دنتال كلينيك، يعني أي عمل طبي في عيادة الأسنان في أساسيات للمكافحة العدوى، فإحنا كممارسين صحيين لازم نلتزم بهذه الأساسيات. وحقيقة الأساسيات هذه هي اللي تفرق بين الممارس الصحي المحترف والممارس الصحي اللي يعني اللي غير محترف أو اللي ما يهتم في العمل الطبي يقدمه بشكل صحيح. طيب اليوم احنا حنتكلم مقدمة بسيطة عن مكافحة العدوى في عيادة الأسنان. حنتكلم عن الستاندرد بريكوشن، الأساسيات الحماية أو الاحتياطيات القياسية، أو حنتكلم عن الهاند هايجين اللي هي نظافة اليدين بالطريقة الصحيحة وأهميتها. حنتكلم عن البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، اختصارها البي بي اي اللي هي أدوات الحماية الشخصية. حنتكلم عن الريسبيراتوري هايجين كوفيتيكيت اللي هي الطريقة الصحيحة بالواحد لما يعني يكون عنده مشاكل تنفسية كيف طريقة التعامل معها. ويتكلم عن إن شاء الله عن الشارب سيفتي اللي هي التعامل مع الأدوات الحادة. حنتكلم عن السيف انجكشن براكتس اللي هي التعامل الصحيح مع الأدوات الحادة. حنتكلم عن الاوبننج اوف انسترومنت باكجز، كيف نفتح الباكج بالطريقه الصحيحه. حنتكلم عن الانفايرمنتال سيرفيس انفكشن كنترول، كيفيه تطهير الاسطح بالطريقه الصحيحه. حنتكلم عن الاستراليزيشن اوف بيشنت كير ايتمز، كيف نعمل التعقيم بالطريقه الصحيحه. حنتكلم عن الاستراليزيشن مونيتورنج، كيف نتأكد من التعقيم العمل بطريقة صحيحة أو كيف مراقبة التعقيم. حنتكلم عن الانفكشن كنترول ان اندودونتكس، مكافحة العدوى في عيادات أو علاج العصب. حنتكلم عن الدنتال يونت ووتر لاين. حنتكلم عن اللي هي صلاحية المياه أو جودة المياه في عيادة الأسنان. هذه حقيقة يعني اختصرنا الأشياء اللي يواجهها الممارس الصحي في عيادة الأسنان، الأشياء الأساسية. فضروري يعني أننا نفهم ونعرف ونطبق اللي حنتعلمه إن شاء الله بعد شوي. طيب هذه مقدمة أنه بيتكلم لك عن بشكل مختصر أنه ممارسين الصحيين في عيادة الأسنان معرضين للبكتيريا ومعرضين للفيروس ومعرضين لأنواع عديدة من المايكرو أورجانيزمز مثل الهيباتايتس، مثل الفيروس، مثل تيوبركلوسز، مايكروبكتيريوم، ستافيلوكوكس. فهذه من الأشياء اللي يتعرض لها الممارس الصحي، واللي احنا يهمنا صراحة انه نحمي الممارس الصحي ويحمي نفسه قدر المستطاع، ولكن ما يقدر يعني يحمي نفسه لين يفهم أو يعرف أهمية أو خطورة العمل اللي هو يقدمه. طيب
طبعا الممارس الصحي يعرف انه قد يتعرض للامراض من خلال انتقال الامراض من خلال عمل العياده او من خلال الممارسات طب الاسنان بواسطه الدم او بواسطه السلايفا اللي هو اللعاب، عن طريق الدايركت كونتاكت او الدوبلت دروبلت او الروزل او اندايركت كونتاكت. يعني احنا الممارس الصحي لما يدخل عياده الاسنان فهو معرض تعريض كبير للانتقال العدوى من خلال التعرض لدم المصاب، من خلال التعرض للعاب المصاب، من خلال دايركت كونتاكت يلمس الاثار المصاب. فكل هذه الاشياء معرضه للممارس الصحي في عياده الاسنان. فاحنا اذا انتبهنا او فهمنا وطبقنا اللي حنتعلمه اليوم بإذن الله يكون في حماية قصوى للممارس الصحي وللمريض بعد. طيب هنا يقول لك إنه الانتقال الأمراض من المرضى في للمرضى في عيادات الأسنان يعني قليل لكن موجود. هو قليل بحمد الله بسبب الممارسات العالم والناس يمارسون يعني أساسيات مكافحة العدوى بعيادة الأسنان، بالتالي يقل إن شاء الله انتقال العدوى. لكن إذا أهملنا ممارسات مكافحة العدوى في عيادة الأسنان قد نكون إحنا سبب في نقل مرض لمريض، بدل ما هو جاي يتعالج يصير للأسف يكسب عدوى. طيب طيب الستاندرد بريكوشن نقطة مهمة هذه ولازم الجميع يعني يحرص عليها وينتبه لها، حنناقشها إن شاء الله في الدسكشن. ستاندرد بريكوشن، إذا جاك واحد قالك ستاندرد بريكوشنز، ستاندرد إيش معنى ستاندرد؟ خلينا نقول بالبلدي أو بالعامي، لما تجيك سيارة أقولك هذه السيارة ستاندرد، يعني هذه السيارة فيها الأساسية أو فيها يعني أقل المواصفات. فاحنا نقول لما نقول ستاندرد بريكوشن هذا مينيمم انفكشن كنترول بريفنشن براكتس، اقل ممارسات مكافحه العدوى. الستاندرد بريكوشن يعمل او يطبق مع جميع المرضى. ستاندرد بريكوشن يساوي اول بيشنت، اي مريض يجيني حتى لو سليم حتى لو ما في اي مشكله اعمل معاه ستاندرد بريكوشن. ايش ستاندرد بريكوشن؟ اني البس وسائل الحمايه الشخصيه حسب الحالة. يعني مثلا جاني مريض والله فحص، خلاص نعمل نلبس الجلوفز، نلبس الفيس ماسك، نلبس الأشياء هذه لازم نطبقها بحيث إنه نحمي أنفسنا ونحمي المريض من العدوى. فإذا قلنا ستاندرد بريكونشن يعني إحنا نقول مينيمم انفكشن كنترول بريفنشن براكتس وذ أول بيشنت كير ريجاردلس سسبكتد أور كونفيرمد انفكشن، يعني بغض النظر يعني مشتبه به او مريض مثلا عنده مرض معدي مؤكد او مريض سليم، احنا نطبق مع جميع المرضى ستاندرد بريكوشن. طيب ستاندرد بريكوشن ايش هي الستاندرد بريكوشن؟ ستاندرد بريكوشن مجموعه من الممارسات اللي لابد ان نستخدمها لجميع المرضى، سواء مريض معدي او مريض غير معدي، سواء مريض أعرفه سواء مريض ما أعرفه، سواء أخوي صديقي مريض جاي من الشارع، لازم أستخدم هذه ستاندرد بريكوشن. طيب إيش هي ستاندرد بريكوشن؟ أول شيء الهاند هايجين، نظافة اليدين لازم أستخدمها مع جميع المرضى قبل ما أبدأ العمل مع المريض، بعد ما أبدأ عمل مع المريض. يوز بيرسونال بروتكتيف إكويبمنت، استخدام وسائل الحماية الشخصية لازم استخدمها مع المريض، سواء مريض معدي غير معدي، مريض اعرفه مريض ما اعرفه، مريض زميلي مش زميلي، لازم استخدم وسائل الحماية الشخصية. respiratory hygiene، كف اتيكيت، انا لما اعطس ولا لما اكح يعني لازم اغسل يديني قبل ما اتعامل او اتواصل مع المريض. sharp safety، لازم اني اكون حذر في التعامل مع الادوات الحادة. شارب سيف انجكشن براكتس، لازم امارس مناوله الشارب او الادوات الحاده بطريقه صحيحه.
حنجي نتكلم عنها. ستيرايل انسترومنت اند ديفايس، لازم الانسترومنت والديفايس والادوات اللي استخدمها في عياده الاسنان لازم تكون معقمه. ولاحظوا فرق بين تعقيم وبين تنظيف، لا نكتفي بالتنظيف، بالتعقيم. اوتو كليف، جهاز التعقيم اللي يطلع الحراره والبخار. في لما نروح العياده ولا شيء يكتفي بتنظيف الادوات، هذا اجراء غير صحيح. عموما احنا مرجعنا الدليل او الجايد لاين او المانيوال تبع الاداره العامه لمكافحه العدوى للاسنان، نرجع ونشوف كيف يسوي التعقيم واليته. Clean and disinfected environmental surfaces، لازم احنا بين كل مريض ومريض وفي بداية اليوم وفي نهاية اليوم نطهر الأسطح اللي في عيادة الأسنان، حنتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله لاحقا. طيب الهاند هايجين، نظافة اليدين. الهاند هايجين is the most important measure to prevent the spread of infection among patients and dental healthcare practitioner. نظافة اليدين أهم مقياس أو أهم من أهم المعايير أو أهم معيار لحماية المرضى وحماية الممارسين الصحيين من انتقال العدوى. لذلك لازم إحنا نعمل هاند هايجين في جميع الأوقات، قبل ما نستقبل المريض، قبل ما نسلم على المريض، قبل ما نجلس المريض على كرسي الأسنان، بعد ما نخلص من المريض، بعد ما نلمس الأسطح، جميعها هذه لازم نعمل هاند هايجين قبلها وبعدها. Education and training program should through address all infection technique education and techniques for hand hygiene practice performing routine and oral surgical procedure. لازم احنا نعمل او نسوي تدريب برضو للممارسين الصحيين انه يعمل هاند هايجين قبل لا يبدأ الإجراء العلاجي، سواء إجراء روتيني أو إجراء جراحي. الهاند هايجين يا أخوان إخوات هنا ممكن مركزين عليه، لأنه هو النقطة الأولى اللي من أهم مسببات انتقال العدوى بين المرضى وبين المرضى والممارسين الصحيين. طيب يقولك for routine dental examination and non-surgical procedure use water and plain soap hand washing or antimicrobial soap specific for healthcare setting or use an alcohol rub. يقول لك في عيادات الأسنان في الإجراءات الأسنان كفحص الأسنان واللي ما فيها جراحة نقدر نستخدم الماء والصابون، لكن يكون ماء وصابون للاستخدام الطبي أو الهاند أنتيسيبسز أو الكحول، هذه كلها ممكن نستخدمها قبل ما نسوي أي إجراء علاجي أو إجراء فحص للمرضى. بالتالي المختصر من هذه السلايد يا جماعة الخير، نحرص بشكل كامل على تنظيف اليدين بالطريقة الصحيحة قبل أي إجراء، إجراء علاجي، إجراء فحص، إجراء جراحي. الإجراء الجراحي لازم نتأكد أنه مطهر اليدين يكون أنتي ميكروبيال صوب. الهاند واشينج should be used when hands are visibly soiled. يعني انا عندي اليدين اذا كان فيها يعني فيها شيء واضح متسخ، مثلا فيها بلد او فيها فلويد او فيها مثلا بقايا حشوه او فيها يعني اي شيء واضح على العين المجرده، ما نكتفي بتطهير بالهاند رب، نكتفي لازم نعمل هاند ووش، لازم نعمل غسيل لليدين. لو تلاحظون مكتوب visibly soiled بالخط الاحمر، معناته اذا في شيء ظاهر بالعين على اليد لا، لازم نعمل هاند ووش، لان الهاند رب ما يكفي لقتل البكتيريا، وهذا حنسال فيه مستقبلا ان شاء الله بعد ما نتواجه باذن الله. طيب for surgical procedure perform a surgical hand scrub before putting a sterile surgeon gloves. طيب هذه المعلومة أو هذه الجملة فيها معلومتين مهمتين للسيرجيكال بروسيجر. أنا عندي عيادة الأسنان، أنا والله جالس في العيادة تبع الجراحة، قبل نعمل الجراحة لازم في حاجة اسمها سيرجيكال هاند رب أو سيرجيكال هاند سكرب، في تنظيف اليدين الجراحي يختلف عن تنظيف اليدين العادي.
نقطة، خط تحتها خط. تنظيف اليدين الجراحي يختلف عن تنظيف اليدين العادي، تمام؟ ونستخدم ستيرايل جلوفز، يعني لما نعمل نروح مثلا عندنا حالة جراحة ما يصير لنا نستخدم الجلوفز العادي اللي في الدرج اللي في الكرتون، لا، نستخدم السيرجيكال جلوفز. يجي جلوفز مغلق بإحكام ستيرايل معقم، هذا فقط اللي نستخدمه مع مريض الجراحة. أرجو ننتبه للنقطة هذه، وهنا يبين أو هنا نميز الممارس الصحي المحترف الفاهم من الممارس الصحي اللي لا زال يحتاج تدريب وتعليم. هذه الفايف مومنتس فور هاند هايجين في عيادة الأسنان. لازم نعمل هاند هايجين بيفور كلين اند سيبتيك، عفوا بيفور تاتشينج ذا بيشنت، قبل ما ندخل المريض عندنا لازم نسوي هاند هايجين، علشان في حال لا قدر الله يدي فيها اي بكتيريا من المريض السابق انا اكون يعني وقفتها. بيفور كلينينج اند اسيبتيك تكنيك او اسيبتيك بروسيجر، قبل التدخل الاجرائي او العلاجي، بعد افتر بودي فلويد، بعد التعرض لسوائل المريض، افتر تاتشينج بيشنت، بعد لمس المريض، افتر تاتشينج بيشنت سراوندينج، بعد لمس العيادة أو أجزاء العيادة أو بعد لمس ما حول المريض. هذه كلها لازم أسوي هاند هايجين، تمام، سواء بيفور أو أفتر حسب النقطة. وهذه آلية أو كيف تعمل هاند ووش، كيف تعمل هاند روب، لازم نطلع عليها ولازم نسوي لها براكتس. لو تلاحظون في السلايد اللي بعده، هذه المناطق اللي دائما يصير لها ميسنج، او دائما يعني بالابحاث شافوا انه المناطق اللي عليها احمر دائما ما يتم تطهيرها، فبالتالي اللي يطبق الخطوات السابقه للهاند رب ان شاء الله انه يعني يغطي جميع الاماكن. لو تلاحظون المناطق الحمراء هذه اللي دائما او غالبا ما يتم تعقيمها بالشكل الصحيح، او دائما اللي يطهر يدينه ما يعقمها بالشكل الصحيح او ما يطهرها بالشكل الصحيح. اللي بالبرتقالي يعني عادة ما يتم تكون مفقودة أو تكون يعني ما يتم تطهيرها بشكل صحيح، واللي بالأصفر أقل شيء هي اللي يعني أقل شيء تفقد. بالتالي لازم إحنا نحرص بعمل الهاند هايجين بالطريقة الصحيحة عشان ما ننسى أي منطقة من المناطق هذه. طيب دائما لازم نحط الفايف مومنتس، نحطها في عيادة الأسنان عشان ما ننساها ونتذكر بشكل دائم. ولازم يكون فيه الهاند روب ديسبنسر أو الجهاز اللي نأخذ منه المعقم مطهر اليدين والمغسلة، لازم برضو تكون موجودة داخل عيادة الأسنان، ويكون فيها لازم يكون فيها برضو الصابون الطبي. دائما احنا لما نروح بعض عيادة الأسنان نحصل المغسلة بس ما نحصل جنبها صابون، فهنا انت تعرف ان الممارس الصحي ما هو مهتم بالهاند هايجين، وهذا مؤشر. فبالتالي انت لما تكون عندك الأدوات او التجهيزات كاملة فهذا دليل على انك ممارس صحي واعي وفاهم أهمية مكافحة العدوى في عيادة الأسنان. لما نروح بعض المرات في قسم الاكس راي مثلا الأشعة ما نلقى عندهم هاند هايجين، برضو هذا مؤشر ما هو كويس. وبالتالي أي قسم في أقسام المش الصحية لازم يكون فيها هاند هايجين فاسيليتي، سواء هاند ديسبنسر هاند ووش حسب المكان، تمام. وفي نقطة مهمة إنه الهاند ووش سينك، المكان اللي بننظف فيه اليدين أو نغسل فيه اليدين، لا يستخدم في غسيل الأدوات. يعني احنا بعض المرات تروح بعض العيادات نشوف السنك او المغسله اللي بيغسل فيها الممارس الصحي يدينه هو نفس المغسله اللي بيغسل فيها ادوات، وهذا غلط كبير. ومفترض عموما اصلا ما يغسل ادوات داخل العياده، يعني الادوات لا تغسل داخل العياده، لكن في بعض الممارسات الخاطئه اللي احنا لازم نتدرب على انه نتجنبها. الكحول بيزد هاند روب ديسبنسر ار افيلبل اند ايزلي اكسسبل ات ليست وان ديسبنسر ان ايتش كلينيك، لازم يكون فيه اقل شيء هاند روب ديسبنسر او يعني الكحول هاند روب في كل عياده في المنشاه الصحيه.
طيب بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت بي بي اي. البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت هذه من الاشياء الاساسيه اللي احنا لازم كممارسين صحيين نستخدمها اثناء علاج المرضى. طيب ايش الهدف منها؟ الهدف منها حمايه نفسي وحمايه المريض. طيب كيف حمايه نفسي؟ لا قدر الله صار، انتم عارفين عياده الاسنان فيها اجراءات علاجيه كثيره بالهاند بيس، فبالتالي يصير فيه رذاذ. الرذاذ هذا يتطاير الى 4-5 امتار وهو طالع من فم المريض، بالتالي قد يحمل معه فيروس، قد يحمل معه بكتيريا. فانا لازم احمي نفسي واحمي الغير. لازم حسب الاجراء، اذا كان والله عندي اجراء فيه رذاذ انا والله البس الجاون. عندي اجراء فحص، فقط فحص اكزامينيشن، ما يحتاج اني البس الجاون، البس جلوفز فيس ماسك. لكن عندي اجراء فيه رذاذ لا، البس الجاون، البس الفيس ماسك، البس الجوجلز اللي هي حمايه العين، والبس القفازات. ولازم البسها بالترتيب والطريقه الصحيحه مثل ما انتم شايفين، جاون، ماسك، جوجلز، جلوفز. ليش اخر شيء الجلوفز؟ اخر شيء الجلوفز لانه الجلوفز لما نلبس الجلوفز نبدا شغل على المريض بشكل مباشر. ما ينفع اني البس الجلوفز واروح افتح الادراج وامسك الباب وامسك الكيبورد وامسك مش عارف ايش. غلط. الجلوفز بعدها فم المريض مباشره، تمام. والجهه اللي يمين ازاله البي بي اي، نزيل الجلوفز اول شيء. ليش؟ لانه اكثر شيء متلوث. نشيل الجلوفز بالطريقه الصحيحه، نعقم يديننا بعد ما نشيل الجلوفز علشان لو لا قدر الله في اي شيء بقايا بكتيريا ما انقله للوجه او للجسم. بعدين بعد ما نعقم يدينا نشيل الجوجلز، نعقم يدينا جاون، نعقم يدينا فيس ماسك، ونعقم يدينا او نغسل يدينا حسب الاجراء المتبع. لازم نفهم الاشياء هذه ولازم نلتزم فيها. ليش؟ لانه حمايه للممارس الصحي وحمايه للمريض. طيب هذه ممكن ترجعون لها، متى نلبس الجلوفز، متى نلبس الجاون، متى نلبس السيرجيكال ماسك، متى نلبس الراسبيريتور اللي هو N95، متى نلبس الاي بروتكشن. هذه فيها تفصيله، اللي حاب يطلع عليها يطلع عليها. طيب كف اتيكيت او الراسبيريتور هايجين، ما ينفع لما نعطس بدون ما نغطي كفر الماوث. لازم كفر الماوث بيفور الكافنج علشان ما نسوي يعني انتشار للعدوى او للرذاذ الملوث على الاسطح. وبعد ما نعطس لازم نعقم يدينا او نطهر اليدين. وفي حال انه واجهنا مثلا ممارس صحي او عفوا مريض جانا في العياده، مريض عنده كافنج او الكحه بشكل قوي، فبالتالي لازم انا اتاكد او انتبه من هذا المريض لانه قد يكون مصاب بامراض معديه مثل الانفلونزا، مثل الكوفيد 19 او غيرها. فبالتالي لازم نتاكد وناخذ الهيستوري تبع المريض بشكل صحيح لحمايه انفسنا. وفي حال كان المريض يعني عنده مشكله صحيه تنفسيه واضحه، يفضل انه ما نعمل له علاج الا اذا كان حاله طارئه. فاذا كان حاله غير طارئه يعمل جدول له أخرى لحين يعني ذهاب الأعراض اللي هو يحس فيها في الريسبيراتوري. طيب هذه الدراسات تبين الإصابات المهنية، الإصابات بالأدوات الحادة وإصابات الإبر في الممارسين الصحيين في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، تمام. فالإصابات المهنية يا أخوان من الأشياء اللي ليست حبر على ورق، احنا نواجهها في 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 بشكل دائم يعني في 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 البراكتس او في 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 الارض الواقع. في عيادة الاسنان احنا تجينا حالات اصابات مهنية بشكل يعني الحمد لله ما هو كثير،
لكن بشكل يعني بين الفترة والأخرى. أسبابها عدم ممارسة عدم ممارسة التكنيك الصحيح في الأدوات الحادة، أسبابها برضو عدم الانتباه، أسبابها عدم التركيز، أسبابها التعب. بالتالي لازم إحنا لما نمارس الأدوات الحادة أو التعامل مع الأدوات الحادة لازم نكون حذرين جدا ونمارسها بطريقة صحيحة كما حيجينا بعدين. يعني مثل ما أنتم شايفين الصورة الأولى شايل السيرنج والإبرة ويغطي الكفر باليد الثانية، فهذه احتمالية الإصابة عالية جدا وهذه ممارسة خاطئة. الصورة الثانية ممارس صحي أو دنتال أسيستنت أو مساعد طبيب أسنان بيعطي طبيب الأسنان الإبرة بطريقة خاطئة، الإبرة مكشوفة ويعطيه هاند تو هاند، وهذا إجراء خاطئ ونسبة الإصابة فيه أعلى من الممارسات الصحيحة. وهذه من الأسباب اللي احنا نواجهها في العيادة حقيقة يعني، فبالتالي لازم احنا ننتبه. هذه الإجراء خاطئ وهذه الطريقة خاطئة، لا أحد منكم حماية لنفسه يمارس الطريقة هذه، يسكر الإبرة ويسكر الكفر بيد أخرى ويمارس يقدم السيرنج للطبيب والإبرة مفتوحة أو هاند تو هاند. طيب وش الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة كالتالي: لما بنغطي الإبرة الكفر يكون على التري أو يكون على الطاولة تبع العيادة، وفي يد واحدة فقط ندخل الإبرة للكفر مثل ما أنتم شايفين فوق أو مثل ما أنتم شايفين تحت. هذه الطريقة الصحيحة وان هاند تكنيك، تكنيك اليد الواحدة، يدين لا. حتى لما نعطي الطبيب نحط الإبرة على التري على الطاولة مثل ما أنتم شايفين نحطها، ويجي الطبيب ياخذها من الطاولة، لكن ما يصير اني اعطيه هاند تو هاند، غلط، ولازم نتجنب الممارسة هذه لأنه تسبب إصابات، وهذا واقع ونشوفه عندنا في العيادات، فننتبه من النقطة هذه. ركزوا على وان هاند تكنيك أو وان هاند سكوب تكنيك، ترى حنتناقش فيه. طيب most percutaneous injury needle stick cut with sharp object among dental care workers practitioner involve bear needle and other sharp instrument. دائما اغلب الاصابات تجينا من سواء بليد او اللي هو المشرط او من الابره او من البير، فهذه دائما تكون فيها اصابات ونسجل الاصابات مهنيه بسبب الاشياء هذه، فلازم ننتبه. Sharp injury continue to occur and pose the risk of blood-borne pathogen transmission to dental healthcare practitioner and patient. الإصابات المهنية تسبب لي زيادة في نسبة خطورة الإصابة بالأمراض المعدية، سواء انتقال للأمراض من خلال الدم أو غيره. يعني مثلا أنا والله إبرة استخدمتها مع مريض مصاب لا قدر الله بهيباتيتس، والابره هذه انا يعني اشيلها وابغى ارميها في الشارب كونتينر وجرحت نفسي، او مسكتها بطريقه خطا، او زميلي اعطانيها بطريقه خطا وجرحت نفسي، فانا احتماليه اصابتي بالمرض المعدي تزود. فبالتالي لازم احنا نمارس الطريقه الصحيحه عشان ما نصيب انفسنا ولا نصيب غيرنا. يقول most exposures in dentistry are preventable. أغلب الإصابات اللي نتعرض لها في الأسنان هي قابلة لأننا نتجنبها، لكن لما نمارس الطريقة لما نمارس التكنيك بشكل صحيح بالتالي إحنا نتجنب الإصابة. طيب في بعض الإبر يكون فيها تغطية منها يعني اللي هي سيلف شيثينج نيدلز، يعني بعض الابر تكون مصنعه فيها حمايه بحيث انه بنفس اليد انت تغطيها، ما يحتاج تغطيها باكثر من يد. فعموما هذه يعني ممكن في عيادة الاسنان قليل نحصلها، لكن احنا نحرص على انه نمارس التعامل مع الشارب بطريقه صحيحه.
طيب شارب سيفتي. Most exposure in dentistry are preventable مثل ما قلنا. Each dental practice should have policy and procedure in place that address sharp safety. كل منشأة صحية لازم يكون فيها سياسات وإجراءات تعلمهم كيف يتجنب الإصابات وإيش الآلية المتبعة في حال وجود الإصابات. Take precaution while using sharp. Take precaution during clean up. Take precaution during disposal. Prevention is primary. يعني البوليسي والبروسيجر اللي في عيادة الأسنان لازم يكون فيها بريكوشن بالتعامل مع الشارب، لازم يكون فيها بريكوشن في طريقة تنظيف الشارب، مثلا تنظيف مثلا البيرز مثلا، برضو يكون فيها بوليسي ويكون فيها سياسات للتخلص من الأدوات الحادة، كيف التخلص وين نتخلص، وبرضو يكون فيها سياسات after exposure بعد التعرض للإصابة إيش نسوي. طيب sharp safety before make sure the workspace has adequate lighting. تأكد إنه المكان فيه إضاءة كويسة عشان ننتبه ونركز. keep sharps pointed away from the user. وهذه نقطة مهمة، أنا لما احط البير مثلا في الهاند بيس ولا احط الابره مثلا على الطاوله اخليها موجهه لعكس اللي بيستخدمها، مثلا البير اخليه موجه الى اليونت نفسها او الى الهولدر نفسه، ما يكون موجه للممارس الصحي او للطبيب، بحيث اذا بغى يمسكها الطبيب تكون هي موجهه له وقد يجرح نفسه بالغلط. وهذه صارت معي انا شخصيا، كان البير موجه لي وانا يعني مركز مع المريض ومسكت الهاند بيس وللاسف جرحت نفسي في البير. assess the patient ability to cooperate. ask the patient to avoid sudden movement. دائما قبل استخدم الادوات الحاده مع المريض تاكد انه المريض هذا متعاون ولا المريض هذا حي زي الاطفال حيتحرك فجاه قد اجرح جرح يعني قوي، فلازم انا اتاكد من الاشياء هذه. sharp safety during the procedure. maintain visual contact with sharp during use. دائما وانت تستخدم الشارب خلي عينك عليها، لا تروح عينك بعيد عنها، بالتالي اي حركة من المريض او انت شايف قد تجرح المريض او تجرح نفسك. be aware of staff nearby. تأكد من الممارسين الصحيين اللي جنبك، او مثلا انت كطبيب اسنان او مساعد وانت ماسك مثلا الابرة، تأكد إن مثلا عارف من موقع زملائك، بحيث انه لو تحركت ولا حركت يدك بشكل سريع ما تجرح احد من زملائك. control the location of sharp to avoid injury yourself and others. دائما الشارب اخليها في اماكن معينه واماكن محدده على التري، يفضل ان تكون مغطاه عشان ما اجرح نفسي، بحيث انه احمي نفسي واحمي ممارس الصحي واحمي زملائي. do not hand pass exposed sharp from one person to other. دائما مثل ما قلنا لا تمرر او لا تعطي الادوات الحاده مكشوفه لزميلك هاند تو هاند، خلها على التري هو يشيلها، لا تعطيه بيدك. قاعده alert others when sharps are being passed. بلغ زميلك انك ترى يا فلان ترى خلاص انا استلمت منك الاداه الفلانيه، خلاص ترى اعطيتك استلمتها، تاكد انتبه لنفسك. فلازم أنبه زميلي بحيث أنه ما يصيب نفسه. sharp safety during clean up. be accountable for sharps you use. أنت مسؤول عن الشاربس، الأدوات الحادة اللي أنت استخدمتها أنت مسؤول عنها من يوم تفتحها إلين ما ترميها في الشارب كونتينر، مسؤوليتك أنت فقط، لا تنتظر من أحد يشيلها لك. check procedure tray and waste material for exposed sharp before handling. Look for the sharps that may have been left after procedure. تأكد من الشارب اللي انت استخدمتها وخليتها في التري. Discard
they used sharp in a closed container. لما نتخلص لو او لما نخلص من الادوات الحاده دائما نتخلص منها بشكل مباشر في الكونتينر الادوات الحاده. secure the container to prevent spillage. دائما الكونتينر تبع الادوات الحاده لما نخلص منه ولما يعني يتعبى ثلاث ارباع يتم اغلاقه عشان ما يكون فيه اي تهريب. طيب sharp safety while disposing. الحماية من الإصابة بالأدوات الحادة أثناء التخلص منها. visually inspect the sharps container for hazard caused by overfilling. دائما أتأكد قبل لا نرمي أن أتأكد أن الشارب كونتينر ما يكون يعني ممتلئ بزيادة، لأنه بعض المرات يكون في بعض الأبر يكون طالعة مع الفتحة ومليان وأنت ما تنتبه وتجرح نفسك أثناء رمي الأدوات الحادة. Make sure the sharps container being used is large enough to accommodate the entire device. لازم نعرف انه الكونتينر يكون كافي لرمي الجهاز او رمي الشارب اللي معانا. يعني مثلا انا عندي مثلا والله بليد كبير او مثلا اداة كبيرة ابغى ارميها بالشارب، ولكن عندي الكونتينر صغير جدا، ما ينفع. لازم يكون الكونتينر يحتوي الجهاز او يحتوي الادوات هذه، تكون يعني داخله وتكون فيها اتساع. keep your hand behind the tip of the sharp. دائما خلي يدك بعيدة عن رأس الادوات الحادة عشان ما تجرح نفسك، او دائما امسك الاداة من قاعدة وتخلص منها. avoid bringing the hand close to the opening of sharp container. دائما حاول انك ما تدخل يدك في فتحة الشارب كونتينر، أو حاول ترميها الأدوات الحادة معك بدون تقرب يدك من الفتحة تبع الأدوات الحادة، لأنه مثل ما قلنا بعض المرات يكون في أدوات حادة طالعة مع الفتحة إبرة وأنت ما انتبهت لها، أو يكون مرمية بطريقة خاطئة فتجرح نفسك وأنت ما تدري. دائما نرمي الأدوات بدون ما ندخل يدنا في الفتحة. never place hand or finger into the container facility disposable device. طيب دائما ما نلمس أو ما ندخل يدنا في من خلال فتحة الكونتينر. طيب work practice control example include not bending or breaking needles. لا تعفط ولا تكسر الإبرة. not passing a syringe with an unsheathed needle. لا تمرر السيرنج ولا تمرر الإبرة وهي غير مغطاة. دائما حاول تكون الإبرة تكون مغطاة، ودائما عشان يأخذ زميلك بدون ما يجرح نفسه. طيب دائما نعتبر انه الابره contaminated بالبيشنت بلود اند سلايفا علشان نحمي انفسنا. dont recap used needle by using both hand. اذا استخدمنا الابره المستخدمه على مريض ما نعمل لها ريكاب باستخدام البوث هاندز. اذا اضطر الافضل اننا ما نعمل لها ريكاب ونتخلص منها مباشره، لكن في حالنا احنا نستخدمها ثاني مرة على نفس المريض لازم نغطيها بون هاند تكنيك، نغطيها بالطريقة هذه. في حال رغبنا او في حال اضطرينا ان نستخدم الابرة ثاني مرة ما نتركها على التري او ما نتركها على عيادة الاسنان مكشوفة، لازم نغطي الابرة. هذه قاعدة لا تحتمل النقاش، الابرة ما تكون مكشوفة، نغطي الابرة. طبعا التكنيك اسمه مثل ما قلنا سكوب تكنيك، وان هاند سكوب تكنيك. طيب دائما الكونتينر هذا الكونتينر تبع الشارب، اي شارب بليد بروكن جلاس فايل اندودونتك فايل نيدلز كلها ترمى في الشارب كونتينر. بعض المرات بعض الممارسين الصحيين للأسف يعني قد يرميها في الكونتينر البلاك أو في الكونتينر اليلو، وهذا خطأ فادح
وهذا ينم عن جهل وعدم احترافية الممارس الصحي. لذلك احنا اليوم نبغى نصير ان شاء الله ممارسين صحيين بروفيشنال مميزين، نساعد منشآتنا انها تعمل على الاجراءات بطريقة صحيحة. طيب Please use disposable syringe and needles, scalpel, blades and other sharp items in appropriate puncture resistance container located close. دائما احنا دائما في عيادة الاسنان عندنا معلق على الجدار غالبا الكونتينر حق الشارب، دائما نرمي اي شيء حاد فيه. طيب متى نغير الكونتينر؟ الكونتينر متى نعتبره فل ولازم نغيره؟ في حال وصول الكونتينر تعبى الى ثلثين مليان وثلث فاضي، خلاص يعتبر مليان، يفترض او يجب اننا نغير الكونتينر، نغلق الكونتينر ونغير ونطلب من الجهة المسؤولة عن الكونتينر انهم يستبدلونه بكونتينر جديد. من مواصفات الكونتينر، ما هو اي كونتينر نجيبه ونحطه، لا، لازم يكون مقاوم للاختراق الابره مثلا، عشان لو حطينا ابره لا قدر الله او حطينا بليت جوا الكونتينر ما يعني يمر من خلاله، لازم يكون مقاوم للاختراق. بعد ما يمتلي الكونتينر لازم نسكر الكونتينر، علشان لو لا قدر الله سقط الكونتينر ما الاشياء اللي فيه ما يعني تتبعثر على الارض، تلوث الارض. مباشره نغسل المكان بالماء والصابون لمدة دقيقة أو دقيقتين. ما دونت سكويز المكان، ما نعصر المكان. نبلغ المشرف المباشر أو الرئيس القسم المباشر، ونبلغ قسم مكافحة العدوى بشكل مباشر، ونعمل الـ OVR ونعمل تسجيل للحالة. ضروري الأشياء هذه، نغسل اليد بالماء والصابون، نبلغ دونت سكويز، ما نعصر مكان الجرح، نبلغ الرئيس المباشر، نبلغ مكافحة العدوى، نعمل ريبورت رصد للإصابة. طيب تكلمنا عن الانجكشن والبراكتس. CDC في هذا فيما يخص البنج انستيسيا. CDC recommend using a dental cartridge syringe to administer local anesthesia and not using the needle or anesthetic cartridge carbol for more than one patient. الكربول او الكربول اللي فيها البنج نحطها جوا الإبرة اللي فيها محلول البنج، ما تستخدم لأكثر من مريض، تستخدم لمريض واحد فقط. هذه نقطة مهمة يا إخوان، الكربول تستخدم لمريض واحد فقط، الزجاجة اللي فيها محلول البنج تستخدم لمريض واحد فقط، والسيرنج نفسها بين كل مريض ومريض لازم يتم تعقيمها استيراليزيشن بالأوتوكليف. لاحظوا بالأوتوكليف وليس بالسبراي فقط، أوتوكليف. زين يا أخوان، يعني السيرنج بين كل مريض ومريض نرسلها للتعقيم، الإبرة طبعا لمريض واحد، والكربول اللي جوا اللي فيها محلول البنج لمريض واحد. فلنفرض انه والله استخدمت نص الكربول لمريض، خلاص اخليه الكربول هذه للمريض الثاني، غلط، نرميها، نتخلص منها في الشارب. ليش في الشارب؟ لانها زجاج. طيب التعقيم بشكل عام في عيادة الاسنان، تعقيم الادوات، No reprocessing of instrument is carried inside the dental clinic. وهذه حطيت عليها خط أحمر، وأنا متعمد أحط عليها خط أحمر. لا يتم تعقيم أو تنظيف أو تطهير الأدوات داخل عيادة الأسنان. لا يتم تطهير تنظيف الأدوات داخل عيادة الأسنان، خط أحمر يا أخوان، ركزوا. نشوف بعض العيادات يعني لما يخلص من الأدوات ينقعها بالمحلول حق التعقيم داخل عيادة الأسنان، غلط، نظاما قانونا غلط، هذا مال براكتس، هذا سوء استخدام، هذا يعاقب عليه القانون، هذا يعتبر خطأ طبي. يا أخوان ركزوا بالله، هذه نقطة مهمة، مهمة جدا جدا. Contaminated items
should be sent to CSSD. CSSD اللي هو التعقيم المركزي، التعقيم المركزي. As soon as possible after use. متى ما خلصنا من الأدوات حطها في العلبة في الكونتينر الخاص فيها وارسلها للتعقيم. بس healthcare worker الممارس الصحي must wear proper PPE for transporting dirty instrument, gloves, mask, face shield to prevent erosion. أنا والله أبغى أنقل الأدوات. إذا بغيت أنقل الأدوات ما يصير إني أمسكها باليد، أمسك الكونتينر بيدي كذا وراح أوديها أقول والله أنا الأدوات ملوثة داخل الكونتينر، الكونتينر ما في شيء. لا، لازم ألبس الجلوفز، ألبس الماسك أثناء نقل الأدوات الملوثة إلى التعقيم. If the items will not send to CSSD immediately after procedure, transporting gel should be applied to keep instrument wet. طيب إذا أنا ما راح أنقل، يعني بعض العيادات ينقلون الأدوات للتعقيم نهاية كل شفت مثلا الساعة 12 والساعة 4 مثلا يعني أو الساعة 3. طيب في هذه الحالة أنا في عندي حاجة اسمها ترانسبورت جل أو سبراي خاص للأدوات أبخها عليها علشان البلد اللي فيه ما يتجلط وبعدين يصير صعب إزالته في التعقيم. دائما الأدوات لما يكون فيها تيشو أو فيها بلد جلست فترة طويلة يكون تنظيفها صعب جدا على قسم التعقيم. فبالتالي إذا الأدوات حتجلس عندي ما راح أرسلها مباشرة، لازم أستخدم عليها ترانسبورت جل بخاخ هو سبراي أحطها عليها علشان ما تنشف ويصير تنظيفها سهل. طيب التيشو بلد ماتيريال دبريز شود بي ريموفد from the contaminated instrument by wiping with the gauze immediately قبل نقلها للتعقيم. إذا والله أنا عندي بعض الأدوات فيها بلد أو فيها تيشو، لازم أنا أجيب الجوز أو الشاش وأمسك الأدوات هذه وأمسحها من الأدوات قبل ما أنقلها للتعقيم علشان ما تنشف وعلشان ما تتيبس بالأدوات وصير تنظيفها صعب. لاحظوا قال بالجوز ما هو بالغسيل، جوز فقط. All disposable items should be removed from the kit prior to transportation. أنا والله عندي الـ بعد ما خلصت الإجراءات أبغى أنقل الأدوات إلى قسم التعقيم، أي disposable items، أي مواد أو أي items أو instrument استخدام واحد فقط أتخلص منها مباشرة، ما أوديها للتعقيم. مثلا needles ما أرسلها للتعقيم أتخلص منها مباشرة، كربول ما أرسل للتعقيم أتخلص منها مباشرة، أرسل للتعقيم الأشياء اللي حتستخدم مرة أخرى فقط، أي شيء استخدام واحد أتخلص منها مباشرة. That transport container should be considered contaminated. Biohazard logo should be posted on the container. عندي الكونتينر هذا هو اللي أنقل فيه الأدوات، لازم يكون مغلق ولازم يكون فيه علامة biohazard، العلامة الخطر، خطر هذا لازم يكون موجودة على الكونتينر، لازم، هذا من الاشتراطات. والكونتينر هذا يعتبر ملوث، فأنا لما أشيل الكونتينر لازم أشيله وأنا لابس البي بي إي اللازمة، فيس ماسك، جلوفز، جاون إف نيدد. ما أنقله بالأدوات اللي ما الأدوات ما أنقلها بالتري اللي على اليمين، أنقله في التري اللي على اليسار يكون مغلق بإحكام بحيث أنه لو سقط مني لا قدر الله ما يصير في أي تهريب ولا تتبعثر الأدوات. طيب sterilization of patient care items، طبعا القسم التعقيم مقسم إلى receiving area، cleaning، decontamination، sterile area، storage. Use a covered container to carry an instrument. Clean all visible blood. قلناها. Use automated cleaning equipment. دائما نعمل تنظيف أو تطهير الأدوات قبل ما ندخلها في دورة التعقيم. Use automated cleaning equipment. عندي بعض الأدوات اللي فيها يعني تحتاج جهاز التراسونيك كلينر واشر ديسنفكتور، يعني زي مثلا البير،
زي مثلا بعض السيزرز، بحيث انه صعب اني اوصلها، مناطق صعب اني اوصلها، لازم استخدم فيها الالتراسونيك كلينر، وهذا موجود في اقسام التعقيم. Use work practice control that minimize contact with sharp instrument if manual cleaning necessary. مثل اللونج هاند البرش، انا عندي مثلا احتاج اني استخدم تنظيف اليدوي او المانيوال، لازم يكون عندي البرش لونج هاند برش علشان انا احمي نفسي وما اجرح نفسي. دائما نلبس جلوفز هيفي ديوتي مقاوم للكيميكالز ومقاوم للاصابات علشان نحمي انفسنا. انتم عارفين المحاليل هذه كلها كيميائيه، وممكن برضو بعد نجرح انفسنا من بالتنظيف، فلازم اثناء ممارسه التنظيف في اقسام التعقيم نلبس هيفي ديوتي جلوفز، وهذه مهمه جدا. نستخدم البي بي اي المناسب، الماسك، بروتكتيف اي وير اند جاون، علشان الاجراءات في التنظيف او في التعقيم يكون فيها رذاذ او فيها يعني سبلاش ينتشر على الجسم من التنظيف، والقطرات يعني تنتشر على الجسم، فلازم يكون عندي جاون، والجاون يكون مقاوم للفلويد، ما يكون الفلويد يعني يهرب فلويد من خلاله، بالتالي نحمي انفسنا. لازم نغطي عيوننا ونغطي الوجه بشكل جيد، بحيث انه لا قدر الله اي قطرات او اي سبلاش انتشر من اثناء التنظيف ما يأثر على الممارس الصحي. preparation and packaging، طبعا لازم في حاجه اسمها chemical indicator. هذا chemical indicator يبين لي اذا كانت الدوره التعقيميه او دوره التعقيم صالحه او صحيحه، يعني الحراره جت جوا الباكج بشكل صحيح ولا لا. فلازم كل باكج يكون فيه الانديكيتور هذا. هذا يسمى بالكيميكال انديكيتور، تمام. طيب، طيب نرجع للأشياء المهمة أو شيء مهم. هذا في عيادة الأسنان، في إجراءات علاج العصب. علاج العصب عندنا لازم نلاحظ انه الفايل او الاداة اللي فوق هنا الزرقاء تختلف عن الادوات المرصوصة اللي تحت. هذه اسمها باربد بروتش، وهذه اسمها كي فايل او اتش فايل. هذه نيفر ايفر تروح للتعقيم، هذه بعد ما تخلص منها مباشرة ترميها مباشرة. باربد بروتش لا يتم تعقيمها تحت اي ظرف من الظروف. These instruments are difficult to clean even with washing machine or ultrasonic cleaners, therefore debris approaches barbed brooches should be used once and discarded in sharp container. استخدام واحد فقط وdiscarded in sharp container، استخدام واحد ونرميها في كونتينر الأدوات الحادة. طيب الاندودونتيك فايل يا اخوان لازم نفرق، باربد بروتش اسمها باربد بروتش استخدام واحد، لكن الفايلات الاخرى حسب الدليل الاخير نتبع المانوفاكتشر انستراكشنز، نشوف مانوفاكتشر انستراكشنز الكتيب اللي يجي مع الادوات هذه. اذا قال لك استخدام واحد خلاص استخدام واحد، اذا قال تعقيم. طيب في حال غياب التعليمات المصنع لهذه الادوات ايش نسوي؟ The endodontic file should be wiped with sodium hypochlorite after each insertion inside the canal so they are submitted for sterilization without any visible debris. في حال انه استخدمناها بعد ما نستخدمها بالقنوات نغمسها مثل ما قال هنا، او نمسحها بالصوديوم هايبوكلورايد. صوديوم هايبوكلورايد المطهر اللي يطهر الادوات قبل ما نرسلها للتعقيم، ونتأكد انها ما فيها اي بقايا ثم نرسلها للتعقيم. واضح يا اخوان؟ باربد بروتش نو ديسانفكشن نو ستيرلايزيشن. هنا شوف تعليمات المصنع في الاندودنتيك فايل، نشوف تعليمات المصنع. في حال غياب تعليمات المصنع
يتم مسحها بالصوديوم هيبوكلورايد بعد كل انسيرشن في القناة، ثم نرسلها للتعقيم. طيب باكيجز نيفر تاتش ذا نابكنز اون دنتال تري. يا اخوان دائما دائما لاحظ في عيادات الاسنان يقول لك والله انا اجهز العياده للمريض القادم، كيف تجهزها؟ يحط الباكج كله كذا هو مغلق يحطه على التري. يا اخوان هذا غلط غير صحيح. ليش؟ الباكج من برا ملوث، اسبوعين، 3 اسابيع، شهر، شهرين، اكيد انه تلوث غبار عليه، فما ينفع اني احط الاشياء هذه اخليها تلامس النابكن اللي انا حستخدمها مع المرضى. يعني التلوث اللي على الكيس من برا انا حطيته على الورق الازرق، لما افكها واحط الادوات خلاص انا نقلت التلوث اللي كان برا الورق جوا الورق، فما استفدت من 3 اسابيع ولا شهر تخزين. دائما نفك الباكج بدون ما يلمس التري، وننزل الادوات بدون ما نلمسها على التري هنا. واضح؟ يعني الباكج لا يلمس التري. طيب كلينيكال سيرفيسز، طيب التنظيف وتطهير الاسطح في العياده. كلينيكال سيرفيسز الاشياء اللي مسؤول عنها الممارس الصحي. كلينيكال سيرفيسز انكلود دنتال شير، كرسي الاسنان يعتبر كلينيكال سيرفيسز، لايت هاندل كلينيكال سيرفيسز، سويتشز كلينيكال سيرفيسز، دنتال راديوغراف اكويبمنت الاشعه كلينيكال سيرفيسز، دنتال شير سايد كلينيكال سيرفيسز، كمبيوتر كلينيكال سيرفيسز، ريوزبل كونتينر درور هاندل كلها كلينيكال سيرفيسز. هذه كلها لازم الممارس الصحي يغطيها بالبارير، هذا البارير الازرق يغطيها بالبارير قبل بدء في علاج المريض. جاك المريض نغطيها، برضو نغطيها بعد وصول المريض، مو هو ما عندي احد اروح اغطيها تجلس لي ساعه ساعتين يوم يومين ما ادري عنها، لا، جاء المريض جلس المريض موجود عندي في العياده ابدا اغطي الاشياء هذه using barrier cleaning and disinfection. في حال ما عندي barrier اطهر الادوات، اطهر الاسطح هذه بالمطهر واتركها الوقت الموصى به حسب الكونتاكت تايم دقيقه 30 ثانيه بعدين امسح. وبرضو الهاند بيسز والهوز الاشياء هذه لازم اغطيها بالبارير او بالكفر. اذا كان ما هو عندي استخدم المطهرات، تمام. طبعا البارير هي البريفيرد ميثود، هي المقدمه يعني هي المفضله بالنسبه لنا، لكن بعض المرات ما تتوفر نستخدم المطهرات على الاسطح، نرشها على الاسطح ونتركها كونتاكت تايم بعدين نمسحها. لازم ما نمسحها على طول نرش ونمسح، لا يا اخوان، في كونتاكت تايم. كونتاكت تايم اللي هو الوقت الموصى به علشان يقتل البكتيريا والفيروس، موجود عادة في تعليمات المنتج نفسه، تلقى مكتوب وراء 30 ثانية دقيقة. متى نستخدم البارير between every patient؟ هذه نقطة مهمة. ومتى نطهر الكلينيكال سيرفيسز ايضا between every patient؟ يعني البارير ما يصلح البارير نحطه اول اليوم ونعالج 5 6 7 مرضى ونهاية اليوم نغيره، لا، يطلع المريض نشيله، يجلس المريض الآخر نحط البارير جديد. وأيضا الأسطح، أسطح الكلينيكال سيرفيسز بتوين كل مريض بتوين إيفري بيشنت، نحط أو نطهر السيرفيسز بشكل جيد مع أخذ بعين الاعتبار الكونتاكت تايم لكل منتج. الهاوس كيبينج سيرفيسز، سيرفيسز ار ليس لايكلي تو كونتامينيتد، يعني أقل تلوث، هذه مسؤولية الهاوس كيبنج في المنشأة الصحية، مثل الفلور، الجدران، السينك. These are surfaces need to be cleaned only with water and detergent. هذه تطهر بالموية والمطهرات اللي مع الماء، مش المطهرات السبراي.
بي بي اي ماست بي وورن باي هاوس كيبنج. الهاوس كيبنج اذا كان يبغى يطهر الارضيه لازم يلبس البي بي اي المناسب عشان يحمي نفسه لانها كيميكلز. برضو الممسحه اللي نستخدمها لتطهير الارضيات او تنظيف الارضيات لازم تعقم بعد كل استخدام وتترك تنشف، يعني ما يصير استخدمها وهي رطبه واروح استخدمها باماكن اخرى. خلاص انا نظفت عيادات وخلصت، لازم تغسل، وهذا طبعا للهاوس كيبنج التعليمات هذه، بس احنا كممارسين صحيين لازم نتاكد انها تطبق ولا لا. الممسحه لازم تكون جديده او تكون نظيفه وناشفه ومغسوله، فهذه ضروري اننا نتاكد من الاشياء هذه. العلبه او التري او اللي هي بينظفون فيها الادوات اللي فيها الميه، هذه برضو لازم تكون مويه نظيفه، مويه جديده عند كل استخدام، ما تكون مويه متسخه من استخدامات سابقه. طيب ايش الكلينيكال سيرفيسز وايش الهاوس كيبنج سيرفيسز؟ الكلينيكال سيرفيسز اللي هو مسؤول عنه الممارس الصحي، دنتال تشير، لايت هاندل، سويتشز، دنتال راديوغراف، دنتال تشير سايد، كمبيوتر، ريوزابل كونتينر، هذه كلها مسؤول عنها الممارس الصحي. تنظف بداية اليوم وبتوين كل بيشنت ونهاية اليوم يتم تطهيرها، سواء بارير سواء ديسنفكشن. بداية اليوم between each patient end of the day. ضروري نفهم النقطة هذه. طيب ايش اللي هي الهاوس كيبنج؟ الهاوس كيبنج سيرفيسز فلور وول سينك، هذه مسؤولية عمال الهاوس كيبنج في المنشأة. فلور اند سينك شود بي كليند ديلي، تنظف بشكل يومي. وول ويندو كفرينج كليند اند ديسانفكتد ات ليست افري 3 مانثس or according to the dental center policy procedure، حسب سياسة المستشفى. لكن دائما الدرايش او الشبابيك والاشياء هذه او يعني اذا في اي مثلا اشياء معلقة في الجدار لازم تنظف بشكل دوري. طيب dental unit water line، خطوط المياه. خطوط المياه هذا شيء مهم اننا نهتم فيه كممارسين صحيين ونتأكد انه بشكل صحيح، وهذا يمكن آخر شيء عندنا الآن. طيب ليش احنا نهتم في الوتر لاين أو خطوط المياه في عيادة الأسنان؟ طيب بكتيريا ذات كان بي فاوند ان دنتال يونت ووتر لاين، احنا بقول لكم وش البكتيريا اللي بالأبحاث أو بالتحاليل وجدوها في داخل وحدة الأسنان. الآن وحدة الأسنان فيها خطوط مياه، الهاند بيس والوتر سيرنج، اير ووتر سيرنج، هذه كلها خطوط مياه. وجدوا فيها البكتيريا التالية: لجينيلا بنوموفيلا، ايكولاي، ستافيلوكوكس وسيدونوموناس ريغونازا وكليبسيلا ومايكروبكتيريوم، هذه كلها وحصلوها في وحدة الأسنان بالتحاليل المخبرية أو بالتحاليل المايكروبيولوجي. فما نستهين بالأشياء هذه، وللعلم الأشياء هذه قد لا قدر الله تسبب إلى الوفاة في حال تلوث فيها الممارس الصحي. وهذه احد البحوث اللي حصلوا مايكروبكتيريوم ابسس انفكشن في مريض، وهذه برضو بحث اخر حصلوا نيمونيا والدنتال يونت ووتر لاين، يعني خطوط مياه في عيادة الاسنان ملوثه وسببت نيمونيا. طيب دنتال ووتر لاين دائما نعمل فلاشينج لعيادة الاسنان 2 minutes in the morning and every and 20 to 30 minutes 30 second after each patient. لازم عيادة الأسنان قبل ما نبدأ، أول ما ندخل عيادة الأسنان بسم الله الرحمن الرحيم نمسك الهوز بدون ما نكون شابكينه في أي هاند بيس، الهوز لوحده نمسك الهوز نحطه على السبيتون ونشغله دقيقتين في بداية اليوم، دقيقتين شغال و 22 إلى 30 ثانية between كل patient. يا اخوان ركزوا على النقطة هذه، ترى بيصير فيها ديسكشن. دقيقتين بداية اليوم 20 إلى 30 ثانية after each patient، بعد كل مريض 20 إلى 30 ثانية يكون شغال وعمل لها فلاشينج. Longer flushing is suggested after weekend،
اذا كان بعد الويك اند جيت والله بعد جمعه وسبت، يعني كل ما اطول في الفلاشنج كل ما يكون افضل، دقيقتين ثلاث دقائق اربع دقائق، علشان خطوط المياه انتم عارفين المياه الراكده تسوي يعني انفايرمنت كويس للبكتيريا عشان ينمو. Flushing at the beginning of the day should be performed without handpieces connected to the water line. يعني الفلاشنج اللي في بداية اليوم بدون ما يكون فيه أي هاندبيس مشبوكة في الهوز، لا يكون مباشرة بدون أي هاندبيس. طيب water sampling، لازم كل عيادة أسنان لازم نعمل لها تحليل المياه، ناخذ عينة منها مرتين في السنة، كل ست شهور ناخذ عينة. إذا كانت العينة هذه أكثر من 500 فمعناته أنه في بكتيريا في العيادة، وبالتالي هنا قسم مكافحة عدوى يتخذ الإجراءات اللازمة. تمام، فإحنا بس أننا لازم نعرف المعلومات هذه. عيادة الأسنان لازم نعمل لها تحليل كل 6 شهور. ليش إحنا نعرفها؟ عشان في حال أنه ما حد عمل لعيادة الأسنان عندي تحليل، مرت 6 شهور 7 شهور والله ما حد عمل تحليل العيادة، أنا كمسؤول عن العيادة يا أخوان ترى العيادة هذه لازم تعملوا لها تحليل، فلازم أنا أكون أتابع. والقراءة المقبولة أقل من 500 مقبولة، من 500 وأعلى كولوني فورمينج يونت تعتبر ملوثة. تمام، مثل ما أنتم شايفين هنا water sampling is taken from all water outlet at the all clinic with a minimum frequently semi-annually and sent to microbiology lab. فيعمل مرتين في السنة أو نصف سنوي. طيب special standard sterile saline or sterile water is used as coolant irritant when performing surgical procedure. إذا كان عندي حالة surgery ما نستخدم الموية تبع العيادة دائما، انتبهوا يا اخوان النقطة هذه، أي إجراء جراحي نستخدم ستيرايل ووتر، ستيرايل ووتر، الووتر اللي يجي ستيرايل بعلبة مغلقة، لكن إجراء روتيني عادي حشوة مش عارف إيه تنظيف أسنان لا عادي نستخدم الموية اليونت العادية. طيب ووتر ريزرفوار الخزان تبع العيادة يكون مختلف عن خزان تبع يعني الموية اللي جاية من خزان اللي فوق، يكون خزان منفصل للعيادات مختلف عن الموية اللي تروح للمبنى كامل. يعني مبنى فيه عيادات يكون العيادات اللي جايها الموية من خزان منفصل لوحده وفي فلاتر معينة علشان تقليل البكتيريا، يكون لها صيانة دورية وتغيير الفلاتر بشكل دوري، ويكون برضو نستخدم مطهرات خطوط المياه في يونت الأسنان مثل ما قالوا السكشن برضو مطهر للوتر لاين أو لخطوط المياه في ويكلي وديلي مطهر، بحيث أنه المطهر هذا يمر داخل خطوط المياه في عيادة الأسنان ويطهرها. وهذه الريفرنس اللي أخذنا منها المعلومات اليوم اللي حاب يرجع لها، وشكرا جزيلا، وإن شاء الله بس تسمعون المحاضرة هذه يعني تتأكدون من المعلومات اللي فيها وتراجعونها بشكل كويس، وإحنا إن شاء الله في اللقاء القادم نسوي ما راح نعيد لكم المعلومات هذه، لكن فقط نسوي ديسكشن وناخذ منكم الفيدباك وناخذ منكم أي أسئلة ونجاوب على أي تساؤلات، وبرضو نشوف معلوماتكم هل قرأتوا المحاضرة ما قرأتوا المحاضرة، برضو ترى هذه عليها يعني فيدباك وعليها تقييم، فإحنا لما نجي إن شاء الله في المحاضرة نتبادل المعلومات نشوف من هو اللي استفاد ومن هو اللي ما استفاد، وللجميع طبعا، وحتى يمكن بعد انه نخلي البعض يشرح بعض الاجزاء من المحاضرة ونشوف هو ان شاء الله استوعب الدروس هذه ولا لا، وان شاء الله لنا لقاء ان شاء الله قريبا وبالتوفيق.